واحنا هنتكلم للمرحله القادمه في فريق الطايره رجال. انا معايا برضو على التليفون دلوقتي الاستاذ ابراهيم القفراوي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ ابراهيم، اولا برحب بيك في برنامج الاهلي في كل مكان وعبر شاشه النادي الاهلي. اهلا وسهلا استاذ محمد بحضرتك وبالمشاهدين الكرام وكل الاهلاويه في كل مكان، اهلا بيك. ومعايا الكابتن محمد مصلح ميدو المدير الفني لفريق الكره الطايره رجال. اهلا وسهلا كابتن محمد، زي حضرتك، ويا رب ان شاء الله باذن الله يبقى موسم موفق زي اللي فات باذن الله واحسن كمان باذن الله. واحنا بنتكلم على فريق الكره الطايره برضو ما نقدرش ننسى انجازات السباحه والعاب كره الماء اللي اتحققت خلال الفتره الاخيره، وكان في حضور مهم جدا لاعضاء مجلس الاداره في ختام بطوله منطقه القاهره التنشيطيه في فرع النادي بمدينه نصر. كيف تابعت هذه الفتره وهذه البطولات والانجازات، خاصه حضرتك احد الداعمين لملف النشاط الرياضي والالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه؟ يعني الحمد لله، يعني انت عارف طبعا النادي الاهلي بيتمتع بالرياده في كل الالعاب اللي بيشارك فيها سواء كانت العاب جماعيه او العاب فرديه. الالعاب الجماعيه حتى بعيدا عن كرة القدم برضو فيها جماهيرية والجمهور بيتابعها، لكن مجلس الإدارة ما بيغفلش وما بينساش الألعاب الفردية أو الألعاب اللي بنسميها الألعاب الشهيدة، من ضمنها السباحة، الكاراتيه، البينجونج، التنس، الاسكواش، الجمباز. كل الألعاب الفردية داخل النادي الأهلي بتحظى باهتمامنا طبعا وبنتابعها. احنا كنادي اهلي بنحاول بقدر الامكان نريح الناس ونريح الاعضاء ونريح اللعيبه بتاعتنا، فكان يعني الجهاز طلب انه يستضيف البطوله ووافق على استضافه البطوله، واستضفنا جميع المراحل لحد النهارده. اتلعب 16 مرحله، وانا بكلم حضرتك اخر مرحله اللي هي مرحله 12 سنه ولاد وبنات بتتلعب. من ال 16 مرحله اللي اتلعبوا احنا الحمد لله كسبنا 14 مرحله، ومتوقع ان احنا المرحلتين اللي شغالين دول باذن الله برضو نكسبهم ان شاء الله. الجهاز بجميع افراده شغالين كويس قوي، والحمد لله شايفين نتائج كويسه. الالعاب الفرديه شرفتنا ودخلت وعملت انجازات كبيره خلال الفتره اللي فاتت في البحر المتوسط. بالنسبه للسباحه عندنا علي خلق الله ما شاء الله، يعني طلع الثالث في بطوله البحر الابيض المتوسط، واول مصري يخسر حاجز ال 22 ثانيه في ال 50 متر حره. عمل رقم قياسي. طبعا عمل رقم قياسي 97، وده اول مصري يخسر حاجز ال 22. علي ابن النادي الاهلي من وهو في البراعم وعايش دلوقتي وبيدرس في امريكا وبيتمرن، لكن انتمائه للنادي الاهلي ما بينسهوش ان هو ابن النادي الاهلي ابدا، ودايما متواجد في البطولات ودايما بيساهم في الحصول على البطولات. دينا مشرف طبعا فتاه تنس الطاوله الذهبيه، و يعني سليله عائله مشرف للبينج بونج، والحصول على الميداليه الذهبيه في البحر المتوسط انجاز كبير للبينج بونج في النادي الاهلي وفي مصر طبعا. وعندنا برضو ديانا في الكاراتيه والميداليه الفضيه، حاجه تشرف النادي الاهلي واهتمام قادم ان شاء الله بالالعاب الفرديه. وعندنا يعني برنامج للحصر كل اللاعبين اللي لينا امل فيهم في الاولمبيات القادم واللي بعد القادم ان شاء الله. وبصراحه تنظيم رائع، بطوله منطقه القاهره في فرع النادي بمدينه نصر تدي فرصه بقى ان احنا كمان نطلب تنظيم بطولات دوليه في لعبه السباحه ولعبه كره الماء. والله بص، طبعا التنظيم ده يعني ده موروث في النادي الاهلي سواء بقى في كره القدم او في اي لعبه ثانيه. يعني طبعا التنظيم في بطوله القاهره كان حاجه مشرفه جدا. حرم حمام السباحه ما فيهوش اي حد متداخل، كان تنظيم اكثر من رائع، وده مش غريب عن النادي الاهلي. النادي الاهلي متميز في تنظيم مباريات كرة القدم، متميز في تنظيم البطولات الأفريقية، اتفرجنا على بطولة أفريقيا للكرة الطايرة رجال وسيدات والهاندبول رجال وسيدات. يعني الحمد لله النادي الأهلي عنده من الكوادر في جميع الألعاب اللي تقدر تنظم بطولات على أعلى مستوى. وطبعا حضرتك هاخد من حضرتك اللي بتقوله على البطولات الدوليه، ان شاء الله يبقى في فرصه النادي الاهلي ينظم بطولات النادي الاهلي الدوليه في اكثر من لعبه،
وربنا يكرمنا ويقدرنا ان احنا نكون نعمل حاجه تساهم على نشر الالعاب دي وعلى الرقي بيها على مستوى مصر اولا ومستوى النادي الاهلي طبعا. تمام، انا بشكرك جدا استاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على هذا الحديث عن بطوله منطقه القاهره اللي نظمت في فرع النادي بمدينه نصر. كل التوفيق خلال الفتره القادمه. نخرج الى فاصل.